ونتحدث أكثر عن آخر تطورات في الأسواق العالمية. تنضم إلينا في الاستوديو لينا قنوع وهي محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك لينا. شهدنا هذه التحركات على الأسواق العالمية تحديدا، نبدأ من أسعار النفط ووصول برنت إلى ما فوق 80 دولار للبرميل. نتوقع بالنسبة لظروف الطلب العالمي لهذه الفترة وكذلك الشح المعروض، لأي مدى تستمر هذه الحالة معنا للأشهر المتبقية من العام؟ أهلا بك، مساء الخير. بالنسبة لأسعار النفط، وصولها لأعلى مستوى في 3 سنوات، وصل تقريبا ما يقارب برنت 80 دولار كما ذكرتي. بالفعل ارتفاعات قوية نشاهدها بسبب أولا لدينا أسباب عدة، يعني أولا انخفاض كبير في المخزونات الأمريكية. صحيح. في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن 3.5 مليون برميل، إذا أخذنا إجمالي المخزونات هي 414 مليون، يعني أقل تقريبا بنسبة 8%، بالنسبة للمتوسط الـ5 سنوات، أقل من متوسط الـ5 سنوات بـ8%. المشكلة الأساسية تعطل سلاسل التوريد، بالتالي تعطل سلاسل التوريد سببت بالفعل انخفاض الكبير في الوقود المتوافر. بالتالي لدينا أيضا مشكلة أسعار أيضا الذي تسبب في تعطل الإمدادات الإنتاج. نحن نعلم أنه رفع الإنتاج من قبل أوبك بلس بـ400 ألف برميل يوميا كان سوف يتسبب طبعا خلال الفترة الماضية الذي قرر فيها رفع الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا، تتسبب في انخفاضات النفط. لكن مع كل هذه العوامل تعتبر أنه 400 ألف برميل يوميا لن تتسبب في ظل الطلب المتنامي، وخاصة توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يكون التوقعات للطلب العالمي للنفط يصل إلى ما قبل مستويات الجائحة 100.8 مليون برميل يوميا. لا ننسى أنه عدد الإصابات بالرغم من ارتفاع، لكن متوسط عدد الإصابات الأسبوعية عم نشوفها على تراجعات. فبالتالي توقعات حسب جولدمان ساكس بأن يصل بالفعل إلى 90 دولار، وهذا متوقع في ظل كل الظروف الحالية التي نشاهدها على أسعار النفط. طيب لينا، بالنسبة للذهب هو الآخر شهدناه بالنسبة هذه الانخفاضات إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس الماضي، إلى أي مدى الآن ربما العلاقة بين شهدنا الدولار الأمريكي عودة الارتفاع، من جهة أخرى لدينا عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ترتفع مؤخرا؟ نعم. بالفعل ارتفاعات لعوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بشكل كبير. نحن نتحدث عن ارتفاعات تقريبا لعوائد سندات أكثر من 13%. هذا الشهر نتحدث عن 1.53، توقعات بأن تصل عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 2%، أحد البنوك العالمية يتوقع ذلك. فبالتالي يعني ماذا يعني ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية؟ هو تراجع في السندات، يعني هناك في طلب على سندات الخزانة، الطلب على سندات الخزانة الأمريكية سيزيد الطلب، يعني بالتالي فهذا عامل في تراجعات أسعار الذهب. تراجع الدولار الأمريكي، عفوا ارتفاع الدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي في ظل توقعات الفدرالي الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات، ويظهر أنه يتوقع ذلك في وقت مبكر في نوفمبر. يعني الأسواق تحتسب ذلك، أن يكون التقليص ان في نوفمبر، وان يكون في رفع لاسعار الفائده في عام 2022 مع التوقعات السابقه التي كانت في عام 2023. يظهر ان اسعار الذهب لا تتفق مع اسعار التضخم الحالي، وهي مع توقعات التضخم المستقبليه اسعار الذهب. يعني نحن نعرف العامل الارتباط بين التضخم واسعار الذهب. اسعار الذهب ترتبط الآن بتوقعات التضخم المستقبلية. أتوقع المزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة بالنسبة لي أسعار الذهب، ربما نصل لمستويات 1700 دولار مع وجود التذبذب، لكن الاتجاه العام هابط بالنسبة للذهب في هذه الفترة بسبب قوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي. فهذا السبب الابتعاد عن الملاذ الأمن في هذه الفترة، لكن على المدى المتوسط والطويل فربما عوامل أخرى سوف تدعم ارتفاعات أسعار الذهب. طيب بالنسبة لحركة العملات، احنا تحدثنا عن الدولار ولكن في المقابل نشهد تراجعات ربما متتالية شهدناها على الين مقابل الدولار الأمريكي، ربما كيف نفسر هذه التراجعات حالياً؟
بالنسبة لي الين الياباني كان أداؤه ملفت خلال الفترة القادمة بسبب الانخفاضات التي حصلت عن الدولار مقابل الين الياباني. نشاهد الارتفاعات، نحن نتحدث عن ارتفاعات جيدة، نتحدث عن ترتفع من 109 وصلنا تقريبا لمستويات 111 ين دولار. هذه الارتفاعات عم نشاهدها بسبب أولا توقعات البنك المركزي أو عفوا قرار البنك المركزي الياباني الذي قرر بأن يستمر في سياسته التحفيزية. لا ننسى أن التضخم في اليابان منخفض ب 0.13% بالسالب، فهناك يعني استمرار في المزيد من السياسة التحفيزية، لا خوف من ارتفاعات التضخم فيستمر. لا ننسى أنه دخلنا متحور دلتا في اليابان في بعام 2021، وهذا سبب تراجعات وانخفاضات شهدناها على الين الياباني. كان في ارتفاعات شهدناها خلال قبل عام 2021، كان الين الياباني كمالات أمن، عم نشوف ارتفاعات وصلنا يعني من مستويات 102 دولار ل 111 دولار مقابل الين الياباني، ثم بدأ حالة من الانخفاض في عام 2021 بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. فبالتالي نحن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تلعب، لأن الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية واليابانية تلعب دور أساسي في أنه عم تجعل أنه الين الياباني يستمر في الهبوط أو المزيد من الانخفاض. ولا ننسى أنه توقعات البنوك المركزية الفدرالي الأمريكي عم نتوقع رفع أسعار الفائدة قبل أي قرار أنه راح يتخذه البنك المركزي الياباني حول التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية أو حول رفع أسعار الفائدة. فاستمرار للضغط الهابط على الين الياباني في الفترة القادمة، وهذا نتيجة قوة الدولار الأمريكي. نعم، سوف نرغب كل هذه التحركات. وأنا أشكرك لينا قنوع، أنت محللة أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. شكرا على هذه المشاهدة. شكرا لك.